العمل بالورشة على قدم وساق باليد العاملة وبالآلف في انتظار الحل لتسديد فاتورة سون الغاز الذي قامت بمساعدة الفريق كثيرا بتخفيض سعر الفاتورة. شوف خو، جاتني تاع سون الغاز هاو الدوبي. عندك خبر صار وخبر ماشي صار. الخبر صار انك قلت لي انت نخدم لك انت تخدمها من عندك غراتويتمون، بصح الخبر اللي ماشي صار جاب لي الدوفي تاع 3500، قال لي هذا لازم نخلصوه. قال لي لازم نخلصوه، دونك قلت له ما السيدي يخدمه هنا غراتويتمون، قال لي هذا هو المينيموم 3500. شكون راك داير في بالك هكذا يقدر يخلصه لنا؟ باسكو احنا فرنك ما عندناش، والله غير فرنك ما عندناش. شوف لو بي احنا خلصوه نخدموا لخونا كمال وكثر خيركم نتوما على الشيء اللي انت تخلصوا. خلصوه قول والله. ما تقول ليش افيك بليزير. ما تقول ليش انت تخلصوا، انا خلصوه. ما تخدم له غراتوي تزيد تخلص من جيبك ان شاء الله ربي يقدرنا. ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك. بحبوح لوبلومبي يقوم بلفتة أكثر من رائعة ناهيك عن العمل الرائع الذي يقوم به بالداخل، حيث تكفل بتسديد فاتورة سون الغاز من أجل مواصلة العمل رغم مساعدة فريق سون الغاز للفريق، ولا مجال لتعطيل العمل خاصة وأن الوقت بدأ يضايق الفريق الذي يسعى لوضع الأنابيب لتوصيل الماء والغاز الطبيعي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شوف سي حسين، أنا خصتك اليوم مرحبا، لأنه عندي واحد المشكل صغير وشوية كبير. عندي فاتورة تاع تريسيتي حبينا نخلصوها باش نبرونشيو تريسيتي لهذا الإنسان. دونك قال لي شو قال لي شوف سي حسين، هاي لك خويا العزيز. الله يسترك خويا، الله يسترك. الله ربي يعيشك، ربي الله يسترك خويا العزيز، تبارك الله عليك خويا. Just wanna dream in Algeria. Just wanna dream. فكرة رائعة بوضع حاجز من حديد بسطح وأدراج من حديد أيضا، وهذا لربح الوقت أيضا وربح المنظر الخارجي.